عضلة بحجم قبضة اليد، وزنها لا يتعدى 300 جرام، ولكنها من أعقد أنظمة الضخ التي قد تجدها على وجه الأرض. القلب. يقع القلب تحت القفص الصدري بين الرئتين. يزن القلب عند الرجل في المتوسط حوالي 300 جرام، وعند النساء 255 جراما. يصل معدل خفقات القلب في اليوم الواحد إلى حوالي 100,000 مرة، وهو متصل بمجموعة من الأوردة الدموية والشرايين والشعيرات الدموية، مشكلا بذلك الجهاز المسؤول عن نقل الدم من وإلى جميع أعضاء الجسم. أجزاء ومكونات قلب الإنسان. يتشكل القلب من ثلاث طبقات رئيسية: طبقة الشغافة، والتي تقوم بتبطين القلب من الداخل، والطبقة الثانية هي طبقة عضلة القلب، والطبقة الأخيرة والخارجية هي التامور. كما أن القلب يحتوي على أربع حجرات داخلية في الجزء العلوي من القلب. نجد الأذينين الأيمن والأيسر، ودورهما استقبال الدم الراجع من الأوردة، وينقسم أيضا الجزء السفلي إلى البطينين الأيمن والأيسر، حيث يقوم كل منهما بضخ الدم من القلب إلى الشرايين. وبفضل الحاجز العضلي بين الجهة اليمنى واليسرى، يعتبر القلب مضخة مزدوجة. كما أن القلب يحتوي على أربع صمامات قلبية، هدفها تحريك الدم في نفس الاتجاه بالتنسيق مع انتقال الدم في الحجرات الأربعة، مع منع الدم من الرجوع إلى الخلف. ويقوم الصمام ثلاثي الشرفات الموجود بين الأذين والبطين الأيمن بتحريك الدم بينهما بسلاسة. وفي الجهة اليسرى يقوم الصمام التاجي بنفس الدور بين الأذين والبطين الأيسر. في مخرج البطينين يقوم من جهة الصمام الأبهري بالمساعدة على حركة الدم إلى الشريان الأبهر، ومن جهة أخرى يقوم الصمام الرئوي بالمساعدة على حركة الدم إلى الشريان الرئوي. النظام الكهربائي للقلب. يسمح النظام الكهربائي للقلب بحدوث عمليتي الانقباض والانبساط، وبوتيرة متناوبة ومستمرة، ومن أجل ضخ الدم إلى جميع أعضاء الجسم. ويتكون هذا النظام من العقدة الجيبية الأذينية أو الناظمة القلبية الطبيعية والموجودة في الأذين الأيمن، العقدة الأذينية البطينية، وهي تتواجد بالقرب من صمام ثلاثي الشرفات على الحاجز بين الأذينين. نظام هيسبركيني، وهو يمتد على طول جدران البطينين. الانقباضات القلبية. بعد امتلاء الأذين بالدم القادم من الجسم، يبدأ توليد الإشارة العصبية في العقدة الجيبية الأذينية، لتنتشر بعد ذلك الإشارة في باقي خلايا الأذينين، مسببة انقباض الأذينين الذي يدفع بالدم إلى البطينين. ومع وصول الإشارة العصبية إلى العقدة الأذينية البطينية، تقل للحظة فاسحة المجال لامتلاء البطينين بالدم. وبعد انتقال الإشارة العصبية عبر حزمة هيس وعن طريق ألياف بيركيني وصولا إلى خلايا البطينين، مسببة في انقباض البطينان، ليخرج الدم من القلب إلى الرئتين وباقي الجسم قبل أن ترتخي جدران البطينين، استعدادا لتكرار نفس العملية مرارا وتكرارا. دور أو عمل القلب. في عملية ضخ الدم إلى كل أعضاء الجسم، يقوم القلب بذلك عبر أربع دورات، وهي الدورة الصغرى والدورة الكبرى والدورة البابية والدورة القلبية. الدورة البابية. عن طريق الدورة البابية يقوم القلب بنقل الدم القادم من البنكرياس والطحال والمعدة والأمعاء إلى الكبد. الدورة القلبية. الدورة القلبية هي العملية التي يقوم بها القلب أثناء مراحل انقباض وانبساط حجرات القلب، إضافة إلى نقل الدم لخلايا القلب، لنجد بذلك أنفسنا أمام أحد أعظم الأجهزة على مستوى جسم الإنسان، والتي يقف كل المختصين أمامها في عجز تام، رغم كل التطور والتقدم الذي وصل إليه البشر.